سلام البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة حليمة العبدلاوي. اليوم جيت نقدم لكم طريقة سهلة ديال الكنافة بالنسبة للمبتدئات. بسم الله خوتي، بلا ما نطول عليكم دوزو نشوفوا المقادير. هنا عندي كيلو ديال الكنافه، هنا دي غتصيبوا عاد اي واحد كيبيع مواد ديال الحلويات. عندي الزبده، السنيده، الماء، عندي الحامض، نص حامضه، والمزهر، ونص سطر ديال الحليب، مايزينا وسنيدة. اول حاجة نبداو بها هي تحضير السيرو باش نسقيو الكنافة. عندي هنا جوج كيسان ديال السنيدة، عبارة كاس ديال العنبة، كاس ديال الماء، صافي كرد الدم على البوطة حتى كيغلي واحد ربع ساعة. من بعد عاد ندير عليهم هذيك نص حامضة حتى كيطيب، وعندها نص معلقه ديال الزهر هما الاخرين حتى كيوجد لي السيرو. دابا غنحضروا القشطه. خديت نص سطر ديال الحليب، ثلاثه معالق ديال المايزينا، وجوج معالق ديال السنيده. كنحركهم مزيان حتى كيتجانسنا داك الخليط مع الحليب. هنايا كيوجد لنا السائل، كنقص عليه البوطه حتى كيغلي، عاد كنزيد عليها مده 15 دقيقه. ومن هذا كتبقاو تحركوا في هذه القشطه باش ما يلصقش لكم هذاك المايزينا، باش ما يتحرقش. كتبقاو مستمرين في التحرك حتى كتوجد. من بعد ما وجدت لي القشطه، هانتوما شوفوا الشكل ديالها كي داير، القوام ديالها ثقيل. من بعد عندك ندير نص معلقه ديال المزهر. المهم اللي عنده المزهر يديرو، انا عندي هذا الروح ديال الزهر. المهم هاد القريعه راه دايره غير 4 دراهم. كتحركوا مزيان، من بعد كديرو في الثلاجه تبرد. من بعد ما وجد لي السيرو، كندير هذيك نص حامضه العصير ديالها، كنخلي الخليط جوج دقائق يغلي، عاد واش كنطفي البوطه. كندير نص معلقه ديال الزهر، كنستمر في التحريك. دابا انا عندي هاد الزبده البدويه فيها 200 غرام. المهم اي زبده نتوما بغيتو ديرو، المهم تكون ديال العبار، ديال سنترال، ديال الجوده، المهم تكون الجوده زوينه. انا غناخد نصف الكميه. من بعد كناخد سميتها الكنافة، انا احتاجيت غير نصف الكمية. هنايا بعد حيد نصف الكمية،
ناخذ نفس الكميه الاخرى، كنقطع بالمقص رقيقه. كيف ما قطعتوها رقيقه كتجيكم حسن. قطعوها بالمقص ولا قطعوها بالموس، المهم تقطع رقيقه، كل ما رققتوها كتجي حسن. من بعد ما كملت البنات تقطع، خديت الزبدة ديالي من بعد ما دابت وبردات واحد شوي، غادي نخدمها بحال كيف ما كتخدموا الصفة، غتخدموا بحال هكاك، كتبقاو تخلطوا فيها حتى كتشرب ديك الزبدة مزيان.
من بعد ما شربات لي الزبده مزيان كناخذ هذا المول ديال الكاب كيك كندهنو بالزبده مزيان كنبدا نعمر بالنسبه للمبتدئات راه غتجيكم هذه ساهله في الخدمه كتعمروا غير شويه وكتخليو فاش سميتو تحطوا القشطه انا دابا كنحط نصف الكميه من بعد ما كملت العماره كنجيب الكاس كنورك مزيان كتضغطوا على مزيان حتى كتجمع وينا الا بانت لكم ناقصه زيدوا شويه كتوركوا مزيان من بعد ما كملت كناخذ القشطه كنحاول نحطها الوسط كنقربهاش للجناب باش ما تحرقش المهم بغيتوها تجيكم عامره ديروا جوج معالق صغار بغيتوها تكون غير شويه خفيفه ديروا معلقه واحده من بعد عندي انايا الموتزاريلا المهم اي جبن بغيتو فرماج حمار فرماج مثلث كيري المهم انا عندي الموتزاريلا كنضيفها من فوق القشطه بعد ما كملت العماره كنزيد الشعريه ديالي ديال الكنافه كنعمر مزيان
من بعد ما ساليت كنعاود ثاني بنفس العملية ديال الكاس كيف ما درت المرة الاولى، كنصايبها مزيان حتى كتكاد. دابا هاد الوقيته انا راني مشعله على الفران يسخن، ناقص البوطه هي كتحتاج معاكم شي 30 دقيقه حتى 40. من بعد ما طابت ليا هذه هي، هذا هو الشكل النهائي. كتسقيوها وهي سخونه وسيرو بارد. كتسقيوها مزيان، كتسقيوها على حسب نتوما واش كتبغيوها حلوه بزاف ولا خفيفه. من بعد ما سقيتها بالسيرو كنزوقها بالبيستاج، ولا باش ما بغيتو نتوما تزوقوها زوقوها. وهذا هو الشكل النهائي. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وبارطاجيو عند صحابكم، وشكرا.